نحن أمام قصة لفتاة نهى عليها ابن عمها فاختارت الهروب. هذه الفتاة الحقيقة تواصلت ويانا وسجلنا معاها هذا اللقاء، كان مشروط أنه نخفي ملامح وجهها وبنفس الوقت نغير صوتها. كانت هي الخاسر الأكبر، هربت من عائلتها بعد ما كان هذا الموضوع بنهوة عشائرية من أحد المحافظات إلى بغداد. خلونا نشوف هذا اللقاء مع هذه الفتاة. أنا طالبة كلية، فبالكلية تعرفت على شاب صارت بيناتنا علاقة حب. فخلصت الكلية، فالشاب إنه قرر يجي يخطبني من أهلي. فالشاب تقدم، أهلي رفضوا لأنه فقير ويعني غريب، فما ينطون للغريب، ورفضوا نهائيا انه ما يقبلون، لان هم عمامي ولد عمي ياثرون على اهلي، يعني يقولون لهم ياثرون عليهم بالحكي. فالولد حاول اكثر من مره، زين، حتى يعني دخل عشائر يعني والناس الشيوخ على اهلي، وهم رفضوا تماما انه ما رفضوا الولد. فابن عمي نهى عليا، فحكيت ويا اهلي قالوا ما نقدر، احنا ابن عمك هذا نهى عليك فما نقدر انه نسوي شيء. فانا قررت انهزم من اهلي اروح للشاب، فانهزمت رحت له، فهو رفضني، فخاف قال شلون انتي انه ابن عمك ناهي عليك وهاي مسؤولية وعشاير. فأني ما أقدر بهالحالة، تورطت لأن انهزمت من أهلي وإجيت هو رفضني وما أقدر أرجع لأن راح أنكتل. فقررت أروح لبغداد لأن أنا محافظة قاعدة، فرحت لبغداد وظليت إنه أدور على شغل بعد ما أقدر إنه أرجع لأهلي.